أنا نور لوباني، سفيرة لدولة قطر للجيل المبهر. كل تركيز وكل اهتمامي لكرة القدم وكيف ممكن تأثرت لحياتي، كيف هي ممكن تعطيني موتيفيشن لحياتي بأكملها. شعرت بفرحة شديدة لحظة استضافة دولة قطر لكأس العالم 2022، كيف ممكن دولة قطر تستضيف حدث رياضي خاصة بكرة القدم. بدأت أتطوع في تطوعات رياضية واهتميت اهتمام كبير أني أتطوع مع الإرث حتى أخذ خبرة، حتى أشوف التجهيزات والرحلة إلى 2022. من خلال تطوعاتي ومشاركاتي مع لجنة علم المشاريع والإرث عرفت عن الجنريشن أميزنج، حبيت أن أنضم معاهم أكثر. أنا جداً سعيدة أني معاهم في جنريشن أميزنج أمثل دولة قطر كسفيرة للجيل المبهر.